لا توقف لعمليات الجيش السوري في ريف درعا الشمال الغربي. هنا دير العدس البلدة التي سيطر عليها الجيش السوري، تنطلق عمليات عسكرية باتجاه التلال المحيطة في محاولة للتقدم في البلدات المتاخمة لتلك التلال. حتى الآن نجحت هذه العملية بالتقدم جيدا في مناطق عديدة، والعمل يجري حاليا على أكثر من محور باتجاه بلدة كفر ناسج وباتجاه بلدة كفر شمس. تم فيها الحقيقة تأمين الحشد اللازم وتحقيق التفوق في القوى والوسائط على الطرف الآخر بعد تنظيم معركة جيد وتنظيم تعاون جيد، بحيث يعني تتكاتف جهود جميع القوى والوسائط النارية، فكانت تنفذ بسرعة مذهلة وتفوق المعدلات المعروفة في الأعمال القتالية. الجيش السوري استخدم خلال عمليته قوة نارية غزيرة مدفعيا وصاروخيا، قوة أدت إلى انهيار دفاعات المسلحين وخصوصا في دير العدس وأيضا في دير ماكر والدناجي في ريف دمشق الجنوب الغربي. تابع القوات تنفيذ مهامها كما هو مخطط، وقد حررت الكثير من البلدات والتلال والنقاط المسيطرة والحاكمة مثل تل مرعي، تل سرجي، تل الفاطمي، تل المغر، تل قرين، تل العريد، تل الشمالي، وتتابع وهي تطوق بلدة كفر شمس، وتتابع تقدمها باتجاه بلدة عقربة والسفوح الشمالي الغربي لبلدة الحرة. التغطية الإعلامية لسير العمليات العسكرية في محيط دير العدس لم تمر دون هاونات المسلحين. شظايا الهاون أصابت زميلين في الإخبارية السورية بجروح طفيفة. مدفعية الجيش السوري ردت على مصادر النيران. محمد الخضر من دير العدس في ريف درعا جنوب سوريا، الميادين.